النهارده بقى مجلس الوزراء لابد بنتابعه، لان المهندس ابراهيم محلب ما بيهداش. رئيس الوزراء كان النهارده في زياره لمشروع تطوير العشوائيات، اصطحب معاه محافظ القاهره وبعض الوزراء منهم وزير التخطيط والاسكان والتنميه المحليه، وكان في استقبالهم رئيس مجلس اداره مؤسسه معا اللي بيقودها بمبادره منه الفنان محمد صبحي. رئيس الوزراء امر بتسهيل الاجراءات للانتهاء من المشروع، وكلف المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان بايجاد اراضي او بتوفير اراضي تابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه واقامه مساكن بديله لقاطني العشوائيات عليها، عشان يعني يحصل تكرار لتجربه مؤسسه معا في حاله ان شاء الله التوفيق او نجاح. مؤسسه معا اظن قائمه دلوقتي على بناء 5300 وحده سكنيه لسكان 6 مناطق عشوائيه، وهناك تفاصيل اخرى. ظني ان الفنان الكبير محمد صبحي رئيس مجلس اداره المؤسسه والاب الروحي للمشروع معانا دلوقتي. مساء الخير استاذ محمد. اهلا، مساء الخير يا استاذ ناصر، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. رئيس الوزراء انه ينزل يتابع بنفسه النهارده، في تقدير حضرتك دي وزنها ايه بالنسبه للمشروع؟ اولا انا يمكن صرحت بدوت في وجوده، قلت ان دي حكومه شارع، يعني احنا واخدين على الوزراء الجبس. انما اول مره نشوف وزراء ورئيس وزراء بينزل المواقع وبينزل بنفسه ويسمع كويس، والوزراء بيجيب الوزراء المعنيين لكل مشروع. فانا بقول ان ده احنا مش اقل منهم، لازم نساعد الحكومه دي، ولازم كمان ننزل معاهم ولازم نعاني معاهم. فالحقيقه هي كانت دفعه قويه لايمانه بالمشروع. بالمناسبه المهندس ابراهيم محلب قبل ما يكون وزير لقيته اتصل بيا وقال لي انا مواطن مصري يا محمد وعايز اساعدك في مشروع العشوائيات، لان ده مشروع قومي فعلا. الراجل ده فعلا ساعد المشروع قبل دخول الوزاره، ويمكن بعد ما سافر وساب مصر كمان. لما رجع وبقى وزير الاسكان قدم خدمات كتيره ودفع بالمشروع، لان احنا توقفنا سنتين ونص بياخدوا مننا الارض، وكل رئيس وزراء يجي ياخد الارض وبعدين يجي رئيس الوزراء اللي بعديه. بس انا ملاحظ يا استاذ محمد ان في مباني دلوقتي، انتوا واقفين في مباني وعمارات. احنا اشتغلنا من 4 أشهر ونص اخيرا، خدنا الارض بعد 30 يونيو، خدنا الارض وبقالنا 4 أشهر ونص، وده انجاز كبير، لان نفذنا المرحله الاولى. هي 3 مراحل، نفذنا المرحله الاولى. والحقيقه كانت الناس اللي لما انا اطلقت حمله المليار في مارس 2011، يعني بعد ثورة 25 يناير بشهرين، الحقيقة جمعنا 105 مليون في شهر ونص من العظماء المصريين سواء داخل أو خارج مصر. وهذا التبرع فضل حبيس البنك المركزي لغاية نهاية لما استلمنا الأرض فعلا وبدأنا التنفيذ من 4 أشهر ونص. عشان كده أنا محتاجين كل الإعلاميين زي حضرتك وكل القنوات تدعم هذا المشروع القومي، لانه حقيقي بيحل اكبر مشكله تواجهها مصر، تعطل اي مسيره اقتصاد. لا، واحنا كلنا مع حضرتك. هو المشروع 5300 وحده؟ هو طبعا المشروع 5300 وحده، بنسكن 5000 وحده ونخلي 300 وحده لابناء السكان لما يتزوجوا، عشان ما ننشئش عشوائيه ثانيه. نمره 2، المدينه دي اول مدينه مصريه بتحل مشكله 6 مناطق عشوائيه غير آمنة، يعني خطرة، لأن احنا معنيين بالمناطق غير الآمنة. 400 منطقة في مصر غير آمنة. فدي هتحل مشكلة 6 عشوائيات. نمرة 2، المدينة متكاملة، لأن كانت الحكومات بتتصرف إنها تنقل العشوائيات في شقق، وبعد كده اسكندر يبيعوا الشقق ويمشوا ويرجعوا العشوائيات تاني، لأن مفيش أي نوع من أنواع الخدمات، مكان رزقهم مفيش رزق. أنتوا عاملين بقى مشروع متكامل. احنا عاملين 5300 وحدة، عاملين مستشفى 600 سرير على اعلى مستوى، عاملين مدرسة ابتدائي ومدرسة اعدادي ومدرسة ثانوي فني، دي تعليمات كمان وزير التربية والتعليم لانه متحمس للمسائل الثانوية الفنية. عاملين سوق تجاري، وعندنا منطقة حرفية للحرفيين اللي بتوع المنطقة نفسها اللي هننقلهم. عاملين سينما، عاملين مسرح، عاملين قصر ثقافة، عاملين نادي رياضي على اعلى مستوى، عاملين مخبز، يعني كل ما يمكن ان تتخيله. لا نبني للفقراء ولا، لا دي صوره رائعه، لازم نروح الكاميرا، لازم تصور هناك. احنا بننقلهم يا استاذ نصر لمكان اغنياء، لان دايما كنا بنعالج مشاكل الفقراء، نقول المستشفى للفقراء بتبقى فقيره،
مشاكل الفقراء تبقى فقيره، لا احنا عاملين اعلى مستوى من الانشاءات. طب هم هيبقى عندهم رغبه يروحوا يا استاذ محمد بقى، لان احيانا بيقولوا ده مكان بعيد عن اللي تربينا فيه. لا مش تربيه، هم كانت مشاكلهم انهم عايزين يبقوا في مكان رزقهم. احنا بنعمل دراسه للست مناطق مهنيا. اولا شعار المؤسسه نبني البشر قبل تسليم الحجر. يعني ايه نبني البشر؟ يعني اثناء السنتين ونص بتوع المشروع في بنى الحجر ده هيبقى براليل ماشي متوازي معاه، عندنا فرق كثيره هتنزل تعمل تنميه بشريه محو اميه ومحو اميه دينيه بالتحديد، لان المناطق دي تسممت بافكار مناهضه للدين. بنعمل تنميه بشريه من حيث المهن، في واحد عايز يغير مهنته فبيتعلم، بيتعلم سلوكيا كمان ازاي يتعامل سلوكيا بشكل ارقى. فاحنا يهمنا البشر ازاي يتطوروا اكتر من الحجر. طب امتى هيبدا تسليم دفعات مثلا للناس؟ لا مفيش دفعات، احنا ما بنعملش بقى زي الدوله يعني في 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 مراحل سابقه التلصيم والتلصيم. لا المدينه تنتهي كامله ومعده بخدماتها بالصرف الصحي، واللواء عادل لبيب النهارده كوزير اداره محليه الحقيقه قال كل الخدمات اللي اتحرم منها الناس دول ده واجبنا كدوله. يعني محافظه يعني كلهم هينتقلوا مره واحده. محافظه القاهره اتبرعت بالارض دي، مكان غالي الثمن جدا. و المكان ده فين يا استاذ محمد؟ في اول طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي. يعني في اخر مصر الجديده وفي بدايه طريق مصر الاسماعيليه، في مكان كويس جدا. وبعدين احنا الست عشوائيات هي في مجال ال 15 12 كيلو حوالين المنطقه، يعني ما هماش بعيد. ده مشروع بنقدمه نموذج للدولة زي ما قال رئيس الوزراء النهاردة، ان لازم نعمم التجربة دي، لان احنا حقيقي كنا قاصدين نقدمها نموذج للدولة علشان علاج الاماكن الخطرة من العشوائيات. رقم الحساب كان عشان برضو نحطه على الشاشة. ياريت اشكرك جدا. اشكرك. رقم حساب 3 4 3 3 3 4 3 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
مصر. احنا بالظبط. اللي عايز جميع البنوك طبعا، كل البنوك. انا بس عايز اقول ان كل الناس العظماء سواء داخل مصر وخارج مصر اللي اتبرعوا، انا كنت بقول لهم في جولاتي سواء في امريكا او في اوروبا او في الدول العربيه او داخل مصر هنا في الندوات، كنت اقول لهم اللي هتتبرعوا بيه، اللي هيتبرع بجنيه يستنى لغايه لما يشوف بعينه عشان يتبرع باكتر من كده. وانا اثبتت ان الحلم اتحقق اهو، وشافوا بالصوره المباني والانجاز اللي حصل، فيطمنوا بقى ويبداوا على الشاشه دلوقتي نزل رقم حساب مشروع تطوير العشوائيات معا اللي اب الروحي للفنان محمد صبحي. ثلاث اربعات الاول وبعدين ثلاث ثلاثات. ثلاث اربعات الاول وبعدين ثلاث ثلاثات عشان نصحح. ثلاث ثلاثات. واحنا محتاجين دفعه منهم جامده من كل مواطنين مصر بكل اي قرش هيفيد المشروع ده عشان ندخل في المرحله الثانيه وننجزها باذن الله. واحنا عملنا تقليد يا استاذ نصر ان من يتبرع سواء جامعه او مدرسه او مواطنين، من يتبرع من 100,000 لغايه اكتر من كده احنا بنحط اسم الجهه دي على رخامه جميله في مدخل المدينه، ان دول ساهموا في انقاذ اهالينا اللي اتحرموا من حياه كريمه فعلا. واللي اتبرع فوق المليون بقى يتسمى الشارع باسمائهم. زي ما انت عايز يا استاذ نصر. الله يخليك. الله يخليك. طبعا بنشكر حضرتك جدا الفنان القدير والكبير محمد صبحي. ربما بيفكرنا الفنان محمد صبحي في اللحظه دي بدور الفنان اللي كان موجود في مصر لكن نسيناه لان الفنانين كانوا بعدوا عن المجتمع. ده الدور اللي كان بتقوم بيه ام كلثوم، والدور اللي كان بيقوم بيه عبد الحليم حافظ لو تفتكروا ايام المجهود الحربي. ودي لحظه محتاجه بالفعل جهود الفنانين والمثقفين ونجوم الكوره انهم يحسوا بلدهم في لحظه شكلها ايه وكله ينتفض. يعني الفنان محمد صبحي بيقوم بمشروع زي ده، يا ريت كبار فنانين كمان كل واحد يتبنى مشروع. اللي بنى مشروع في اسكندريه هيفضل باسمه، ده ربما يبقى له اكتر من اعماله الفنيه، ده فضلا عن الخير اللي ربنا هيكتبه له بقى عنده سبحانه وتعالى.